لجنة التربية بيمثلها الدكتور مصطفى رجب رئيس اللجنة، ولكن بيمثلها أمامنا أستاذنا الكبير الدكتور محمد الطيب. يعني نستمع إلى كلمة قصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن في هذه اللحظة التاريخية التي تتوه فيها بعض الكلمات مثل المواطنة ومثل حقوق المرأة وحتى كلمة التعليم، عندما تبدأ في الإغراق تعود بها الدكاترة إلى سنوات. في عام 2000 كنا في مؤتمر دكار التعليم للجميع، وكانت المفاجأة بالنسبة لنا عندما دعينا إلى اجتماع لمجموعة دول يطلق عليها الدول التسعة أو E9، وإي طبعا اختصار كلمة education، وفوجئت أن هذه الدول عندما انتبهتني فرحة أنما عضو في جماعة E9، فرئيس الوفد نبهني إلى أن هذا الانتماء يعني أننا ننتمي إلى الدول التسعة في العالم التي تعاني فجوة كبيرة بين تعليم الذكور وتعليم الإناث. وأن انتماءنا لهذه الجماعة أو المجموعة ليست شرفا بقدر ما هو عيب. وتنبهنا أن مصر في ذلك الوقت تعاني من فجوة بين تعليم الذكور وتعليم الإناث. الموقف الثاني عندما كنا نناقش ضمن لجنة مصغرة كيف تعود السنة الثانية السادسة الابتدائية، وكان اقتراح أستاذنا بغض النظر عما يحدث هو أستاذ دكتور فتحي السرور ألا تعود السنة السادسة للفرقة السادسة تعليم الابتدائي، ولكن كان اقتراحه في هذا الاجتماع أن تعود سنة إضافية للمرحلة الإعدادية أو للمرحلة الثانوية. وكان ردي في ذلك الوقت أننا أخذنا السنة السادسة من أبناء الفقراء، لأن أبناء الفقراء لا يتعلمون في العادة بعد السنة السادسة. وسيادة رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت يقترح أن نعطيها لأبناء القادرين الذين يصلون إلى مرحلة الثانوية. وكان الاقتراح غريبا في ذلك الوقت، لأن أي إنسان يفكر في هذا البلد لابد أن يفكر في أبناء الفقراء قبل أن يفكر في أبناء الأغنياء. وبالفعل اتخذ القرار في ذلك الوقت أن تعود السنة السادسة إلى المرحلة الابتدائية، حيث أنها أخذت من أبناء الفقراء في المرحلة الابتدائية. وهذه القصة تعني أن هناك فجوة بين الاهتمام بالفقراء وتعليمهم والاهتمام بالأغنياء وتعليمهم. وكان ضمن التساؤلات أين يذهب أبناء السنة السادسة عند عودتهم؟ وكان الاقتراح المطروح أن يلتحقوا بالمدرسة الإعدادية. وقتها اضطررت أن أتحدث مرة ثانية، إنكم تتحدثون أيها الوزراء عن القاهرة والإسكندرية، لكنني أنتمي إلى جنوب الوادي حيث المدرسة الابتدائية. أنا والدكتور مصطفى رجب من جنوب الوادي. المدرسة الابتدائية قد تكون في شرق النيل، والمدرسة الإعدادية في غرب النيل، وهذا سوف يترتب عليه بالضرورة امتناع عدد كبير من أولياء الأمور بالنسبة لإرسال بناتهم للتعليم، لأنه لا يوجد ولي أمر في الصعيد على استعداد لأن تركب بنته المركب ومواصلة أخرى وثانية وثالثة لتلتحق. وبعد ذلك أن هذه الفجوة الرقمية بين تعليم الذكور وتعليم الإناث
سوف تزداد. وكان التعليق المضحك وقتها عندما طرح أحد الأساتذة أنه سوف تولد سنة فراغ، رد أحد المسؤولين الكبار جدا وقال: فليكن عاما لالتقاط الأنفاس. ولست أدري أي أنفاس تلك التي يريد. أنا أردت بهذه المقدمة أن أثير بعض الشجون حتى نبدأ المؤتمر. شكرا على حسن استماعكم.